عمل من الأجماع اللي بتجمع ما بين الفن الدرامي والقصص الإنسانية المهمة هو فيلم أبواب مكة، هو من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي ومن إخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي، واللي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان أوف ساندك السينمائي الدولي اللي أقيم في مدريد في إسبانيا. فيلم أبواب مكة بيتناول قصة السيدة مكة من قرية العدوى في مركز كوموبو بمحافظة أسوان، اللي اقتحمت العمل المجتمعي والتنموي من عام 1984 كرائدة ريفية اجتماعية بتعمل من أجل تعليم وتوعية المرأة الصعيدية لكافة جوانب الحياة، وبتوفر لها فرص التدريب المهني، وده عشان كده قررت وزارة التضامن الاجتماعي توثيق حياة السيدة مكة واللي قدمته لبلدها في فيلم وثائقي بيحكي قصة واقعية لسيدة ريفية بسيطة استطاعت ببساطتها ان هي تنجح وان اسمها يفضل يتردد في كافة قرى أسوان، وكمان حازت على تكريم الرئيس السيسي والسيدة قرينته. خلينا نستقبل الأستاذة مكة عبد الإله بطلة فيلم أبواب مكة. أستاذة مكة أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أهلا بيكي. طيب يعني من 84 بدأتي العمل كرائدة اجتماعية وبتعلمي السيدات في أسوان وبتوعيهم بيمكن حتى المشكلات اللي بتواجههم، بتعرفيهم كل حاجة عن الحياة، الفكرة جات لك إزاي؟ الفكرة دي والله جاء رئيس الوحدة عندنا وقال عايزين نعمل تنمية المرأة الريفية، فقال وعايزين رائدات، أو الرائدات أنا جمعت الرائدات، قالوا الحاجة مكة تجمع الرائدات، جمعت الرائدات واخذنا تدريب 23 يوم، يعني عملنا فيها لقاءات وناس من المحافظة وناس من كومومبو من الإدارة وامتحنونا، والحمد لله ربنا وفقني عشان أنا بحب أهلي وبحب ناس القرية، وعملت العمل ده عشان خاطر السيدات، عشان أوعيهم تنظيم أسرة، تنظيم يعني ينظموا حياتهم ازاي، واخذت منهم المعلومات، والرائده الريفيه تكون حلقه توصل بينها ما بين رئيس الوحده وتقوم بالعمل الاجتماعي. طبعا انا قمت بعمل اجتماعي والحمد لله من 84 رائده ريفيه، عملت معاشات ارامل مطلقات، قانون طفل، قانون الطفل عارفينه طبعا انتوا، قانون طفل يعني الام متطلقه من الاب والام والطفل قاعد مع جدته، فبنعمل له معاش، بنعمل معاش قانون طفل وبطايق وشهايد الوقت اللي شفتي نماذج مثلا عند حضرتك في اسوان بشكل عام، في هل في فتيات جم وطلبوا من حضرتك ان انت تعلميهم العمل المجتمعي وان هم يكونوا هم كمان وسيله من وسائل ان هم يوعوا اصحابهم الفتيات الموجودين في عائلتهم قرايبهم، الموضوع ما يبقاش مقتصر بس على مركز كومومبو، لا ده هيجوب محافظه اسوان كلها. ايوه 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 بوعيهم، وعرفوا في المشغل بياجوا كانوا عندي اليونيسيف جايب لنا مكان وعلمتهم الخياطه والتفصيل، فطبعا كان على درايه اني انا بكلمهم واقول لهم ده كذا، يعني بوعيهم في نفس التفصيل في نفس حصه التفصيل والخياطه بوعيهم، فهم فهموا كل حاجه. دلوقتي الست بتروح تعمل المعاش لوحديها، اي حاجه بتروح تعملها لوحديها باخذها معاي اوريها اقول لها هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، هي بتروح دلوقتي بتمشي لوحدها، عرفت الطريقه وبقت بتتعامل لوحدها. 250 بطاقه ما شاء الله.